الكثير منكم يسأل عن طريقات اللجوء السياسي إلى كندا وإذا كان ممكن اللجوء السياسي إلى كندا. نعم أصدقائي، ممكن جدا اللجوء إلى كندا، فلذلك بهذا الفيديو قررت بأن أشارك معكم منظمة تساعد الأشخاص الراغبين في الهجرة عن طريق اللجوء السياسي إلى كندا ويحصلوا على الإقامة الدائمة، وخصوصا الأشخاص ذوو المهارات أو المواهب التي يمكنهم أن يقدموها إلى سوق العمل في كندا وبطريقة قانونية جدا. لذلك تابعوا معي الفيديو حتى الآخر. مرحبا أصدقائي، معكم كوثر بفيديو جديد. إذا كانت هذه أول مرة بالقناة لا تنسوا الاشتراك، تفعيل زر الجرس لتتوصلوا بكل جديد، الضغط على زر لايك، دعوا لي تعليق أسفل الفيديو وسأضع لكم أيضا رابط انستغرام يمكنكم متابعتي هناك. فلنبدأ الفيديو. إذا أصدقائي ندخل على موقع Talent Beyond Boundaries، هي منظمة خاصة باللاجئين الراغبين في الهجرة إلى كندا، الأشخاص الذين يعني لديهم مشاكل في دولهم ويريدون يعني تطوير أنفسهم والحصول على مستقبل أفضل، خصوصا الأشخاص الذين لديهم مهارات مواهب أو لديهم شهادات يمكنهم استعمالها للعمل في سوق العمل سواء بكندا أو في دول أخرى، لأن هذه المنظمة هي ليست منظمة خاصة فقط بكندا لكن خاصة بأيضا أستراليا، كندا، أمريكا وبريطانيا، يعني دول أخرى غير كندا. لكن الفيديو اليوم سنتكلم خصوصا عن كندا وسنتعرف على مهمة هذه المنظمة. كما تلاحظون هنا We are creating a new solution to displacement designed to work on a global scale. Labor mobility could provide a pathway to safety for million people over the next decade. يعني مهمتهم أنهم يساعدون الشخص يعني اللاجئ على الهجرة إلى كندا بطريقة قانونية للحصول على مستقبل أفضل، وأيضا الأهم من ذلك الحصول على وظيفة قانونية في كندا، لأن دورهم هو يعني تواصل ما بين مشغل في دولة آمنة وشخص يبحث عن عمل في دولة فيها مشاكل حرب إلى آخره، ويشتغلون مباشرة مع الحكومات، حكومات هذه الدول التي سنتطرق إليها في الأسفل. We work with governments around the world to open up labor mobility pathways. يعني يشتغلون مع الحكومات مباشرة لمساعدة اللاجئين refugees، لمساعدتهم على الهجرة وتأمين مستقبل أفضل في دول كأستراليا، كندا، UK، يعني هذه الدول الثلاثة، يساعدهم على الحصول على وظائف Economic Mobility Pathway Project، يعني الكثير من المشاريع التي يشتغلون بها ويعني يعتبرون كرابط ما بين المشغل يعني اللاجئ. الآن سنرى أو يعني سنلاحظ شهادات الأشخاص الذين حصلوا على الهجرة أو على اللجوء إلى كندا بفضل هذه المنظمة. هذا الشخص هنا اسمه محمد، هو أيضا شخص من سوريا وتمكن من الهجرة إلى كندا بفضل هذه المنظمة. لدينا أشخاص آخرون من دول أخرى تمكنوا من الهجرة إلى كندا، عائلة تمكنت من الهجرة إلى كندا، أستراليا، كندا مرة أخرى. يعني الكثير من الأوقات يشتغلون خصوصا مع كندا، لأن طبعا كندا هي دولة تبحث عن الموظفين، محتاجة إلى أشخاص ليشتغلوا بسوق العمل لسد طلبات سوق العمل هنا بكندا مقارنة مع الدول الأخرى، لكن هذا لا يعني أنهم لا يشتغلون مع الدول الأخرى أيضا. Our talent pool is comprised of more than 20,000 skilled workers currently displaced in Jordan, Lebanon and other countries. لديهم مكاتب في الأردن ولبنان وفي دول أخرى عربية أين يستقبلون يعني الأشخاص الراغبين في الهجرة، لكن هذا لا يعني أنك إذا لم تكن تعيش بلبنان أو بالأردن فلن تستطيع التواصل معهم. طبعا سنرى طريقة التواصل مع المنظمة أو يعني التسجيل للحصول أو يعني معرفة إذا كان الشخص مؤهل للهجرة إلى كندا أو غير مؤهل. لذلك هنا مثلا إذا دخلنا إلى ميشن
ميشن يعني يقولون بأن ملايين الأشخاص يهاجرون كل سنة internationally so why not refugees. يمكنكم مشاهدة فيديونا، إذا يعني شاهدنا الفيديو سيكون الفيديو طويل جدا، لذلك يمكنكم مباشرة الدخول على الموقع، سأضعه لكم في رابط أسفل هذا الفيديو، يمكنكم معرفة أو مشاهدة الفيديو للهجرة. يعني لدينا الكثير من المعلومات التي يمكن هذه المنظمة أن توفرها للشخص. بالنسبة لمكاتبهم توجد in Jordan يعني الأردن، لبنان where we work directly with refugees and other displaced people. We also have team members based in Australia, Canada, UK and the US working to open up labor mobility pathways for refugees globally. We are always looking to expand our program to include new source and destination countries. If you'd like to partner with us, please get in touch. فهذا يعني أن الأشخاص لديهم أو هذه المنظمة لديهم مكاتب بلبنان وبالأردن لاستقبال الـ يعني الـ اللاجئين، وليس فقط يعني بالمكتب مباشرة، يمكن للاجئين أيضا التواصل معهم عبر الأنترنت أو التسجيل بهذا الموقع، ولديهم مكاتب أخرى بدول التي يريد الشخص أن يهاجر إليها كأستراليا، لديهم مكاتب بكندا باليوكي وباليوإس الولايات المتحدة الأمريكية للتواصل مع المشغلين مباشرة وتجهيز فرص العمل التي يمكن للشخص بأن يتسجل بها. وطبعا هم ما يقومون به بالفعل هو أنهم عندما تتسجل تعطيهم معلوماتك الخاصة يعني عن مهنتك أو مهارتك موهبتك إلى آخره، إذا كانت لديك تجربة عمل، إذا كانت لديك لغة، فتعطيهم كل هذه المعلومات الخاصة يعني البروفايل الخاص بالعمل بك، وهم سيحاولون يعني البحث عن مهنة لك في دولة من هذه الدول الأربعة، وبعد ذلك إذا تم يعني توافق بروفايلك مع مهنة معينة فسيتم التواصل معك ليخبروك بأنك يمكنك الهجرة إلى هذه الدولة لتبدأ العمل معهم مباشرة. الآن طريقة التسجيل هي هنا engage for employers for job seekers. نحن job seekers، سنضغط هنا. إذا كما تلاحظون هنا أصدقائي لدينا الكثير من المهن، منها التمريض، منها الكثير من المواهب الأخرى. هذا أيضا شخص، شهادة شخص تم قبوله أو تمكن من الهجرة إلى كندا. We are finally permanent residents in Canada. That means we have rights now. That means a lot to me. هذا الشخص تمكن من الهجرة إلى كندا كلاجئ ووضع شهادته هنا. لدينا الكثير من المعلومات الخاصة بهذا الموضوع. الآن طريقة التسجيل، سنضغط إلى register now. بعد ذلك سيفتح لنا هذه الصفحة. السؤال هو I am a refugee stateless person or in a situation where I am displaced from my home country and unable to return because I would face danger there. So المنظمة هي فعلا خاصة بالأشخاص اللاجئين الذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم وهم في ظروف صعبة أو ليس لديهم أي يعني statement في دول خارج دولهم. الإجابة يجب أن تكون لا أو نعم حسب وضعية الشخص. بعد ذلك تكملون الريجستر مي. إذا ضغطنا مثلا يس فسيبدأ يعني التسجيل مباشرة. الإيميل، الرقم الهاتف، الواتساب، الباسورد، كونفيرميشن يعني أنت ستفتح بروفايل، وبعد ذلك عندما تفتح بروفايل ستبدأ بتقديم معلوماتك الخاصة بمهنتك وأيضا سي في أو ريزومي. يعني يجب أن يكون سيرة ذاتية خاصة بتجربتك الشخصية، تجربتك المهنية والعملية والدراسية، أو إذا كانت لديك موهبة إلى آخره. يمكنك فقط التسجيل وإكمال التسجيل عبر هذا الموقع، وهم إذا كانت تتوفر فيك الشروط فسيتواصلون معك عندما سيجدون لك فرصة عمل بالطبع. إذا أصدقائي أتمنى من كل قلبي أن يكون قد أعجبكم هذا الفيديو. سأضع لكم رابط المنظمة أسفل الفيديو، يمكنكم يعني الدخول من هناك عبر الموقع. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس. يمكنكم أيضا متابعتي على انستغرام، سأضع لكم الرابط أسفل هذا الفيديو، وأراكم بالفيديو المقبل وبالتوفيق للجميع.